السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أغشي الزاد. أول مرة كيزور القناة ديالي منساش يشترك يفعل الجرس ويدير جيم. مرحبا بكم معايا. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد الكيكة إسفنجية بالبرتقال اللي كتجي خفيفة وأيضا سهلة وما فيهاش بزاف المقادير كيف العادة، يعني ما كتحتاجش بزاف ديال المقادير. وبما ان فصل ديال البرتقال علاش ما نستغلوش ونخدموا بها ان شاء الله. ندوزو بسم الله نشوفوا المقادير. نبدا على بركه الله. كنحتاجوا لهاد الكيكه جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، كاس ديال عصير البرتقال، كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر خشن او سنيدة، جوج خميرة بنوية، واحدة فاني، وجوج بيضات. هذا البرتقال اللي عصرنا، يعني اي نوع، انا حطيته لكم تما باش تشوفوا اي نوع من البرتقال ممكن ديروه. قبل كنكون الصينية ديالي وجدتها ودهنتها بالزبدة، انا رشيت عليها اللوز ايفيلي. ممكن انتما ترشوا اي نوع من المكسرات. كناخدو البيض ديالنا نديروه في شي اناء. البيض طبيعة الحال كيكون بحرارة ديال المطبخ، يعني كيكونوا خرجنا على الاقل واحد ساعة قبل. كناخدو نضيفو عليه كاس ديال الزيت، وكنبداو نطربو. اول حاجة في الاول كنبداو بالخفق بواحد السرعة يعني منخفضة، وحنا كنطربو حنا كنرفعو من السرعة حتى كنوصلو للسرعة القصوى. يعني هاد الخفق اللي كيكون في الاول هو اللي كيعطي لك الكيكه باش كتخرج لنا اسفنجيه. كنطربو مزيان حتى كيولي الخليط ديالنا كيميل للبياض والشكل ديالو بحال الشكل ديال مايونيز. كنطربو مزيان ما كنوقفوش على التطراب. كنبقاو نضيفو الكميه ديال السكر شويه بشويه لي يخف ما كيبغيش الحلاوه ينقص، يعني ندير غير نص كاس. حنا كنطربو وحنا كنزيدو في السكر حتى كنساليو الكميه. كنبقى نطرب حتى كنحسو بداك السكر ديالنا داب مزيان. انا هنا كنزيد نطرب، كنوجد باش نزيد السكر الفاني. اللي ما عندوش السكر الفاني ممكن يستعمل الفانيلا او الروح الفاني. دائما مع التطراب يعني ما كنوقفوش. هي في هذه الوصفه من الافضل يكون الطرب كهربائي، لان الطرب اليدوي يعني ما كيعطيهاش داك القوام اللي كنبغيو. كنضيفو العصير ديالنا ديال البرتقال حتى هو غير بشويه، يعني ما كنضيفوش في دقه. كنضيفو شويه ونطربو، نضيفو شويه وكنطربو. نتوما كما كتشوفوا يعني الخليط ولا كتبان فيه واحد الفقاعات، يعني داكشي اللي بغينا. حنا بغينا يكونوا فيه داك الفقاعات باش كيبان بحال الاسفنجه. قبل انا كنكون هنا كنكون وجدت الدقيق ديالي مع الخميره الكيماويه، كنكون غربلتهم وخليتهم على جنب مخلطين بجوج، يعني كنخليهم على جنب حتى كنبغي، يعني ممكن من الافضل انهم يتغربلوا يعني مره وجوج باش ما كيبقى لناش داك الخليط في الوسط فيه داك الكويرات كينسجم دغيا مع الخليط. كنبداو نضيفو بالملعقة ملعقة ملعقة شوية شوية، المهم حتى كنكملو الكمية ديال الدقيق اللي عندنا كاملة. بطبيعة الحال دائما كنبقاو كن يعني كنطربو ما كنوقفوش على التطراب وبالسرعة كما قلت لكم،
بالنسبه هنا اللي خاف اللي خافت يعني ما بغاتش تكمل تضرب، هنا ممكن في هذه يعني في هذه المرحله ديال الدقيق ممكن نستعملوا فقط الدقيق، عفوا فقط الخلاط اليدوي. هيا كملنا الكمية ديالنا ديال الدقيق كامل، قبل كنكونوا سخنا الفرن على درجة الحرارة ديال 180 درجة، بالنسبة للفرن الغازي كيكون يعني حرارة مرتفعة، النار كتكون عالية وكيسخن مزيان. أنا كنشعلو قبل ما نبدأ تحضير الكيكة، كنخليوه يعني باش يسخن، ومن بعد كان حتى على ما نبغيو ندخلوا ليه الصينيه ديال الكيكه. نتوما كتشوفوا الخليط كيفاش كيخرج، يعني خفيف بزاف وما فيش يعني ما فيه حتى شي ديال الدقيق، ما فيش داك الكتل ديال الدقيق، كيجي الخليط خفيف بزاف. كنجيبوا اللاطه ديالنا اللي كنا جبناها قبل وجدناها، كنرفعوا هنا شحال ما رفعنا اليد ديالنا راه مزيان، يعني كنحاولوا نرفعوا يدينا باش الخليط كيبقى في داك الفقاعات من الداخل. كيف ما قلت لكم الفرن كيكون ساخن على 180، ولكن ملي كندخلوا له الكيكه كنهبطوا له كنردوه على 160 بالنسبه للفرن الكهربائي. اما بالنسبه للكون عفوا الفرن ديال الغاز كنهبطوا له العافيه يكون مهيله بزاف، وكنحطوه الكيكه من الفوق يعني حتى كتحمر من التحت، وهي في نفس الوقت صراحه كتحمر حتى من الفوق. كنحسبوا له الوقت تقريبا شي ساعه الا ربع، صافي كنطلع عليها كنلقاوها كما العاده كنشوفوها بواحد يعني واحد السكين واش طابت ولا مازاله. ومن بعد كنحمروها، الا بقات ما حمرات من الفوق كنحمروها من الفوق، كنشعلها من الفوق. هنا كندهنوا بالعسل او المربى اللي كان عندكم موجود، ماشي مشكل يا حبه الا كان عندكم ديال البرتقال، يعني المربى البرتقال كيجي مع غزال. انا هنا زينت باللوز برقائق اللوز، نتوما ممكن تزينوا باي نوع المكسرات اللي يكونوا عندكم، كاوكاو بيستاج اللي كان عندكم، اللوز اي حاجه اللي بغيتوها، الكركاع اي حاجه اي حاجه يعني ممكن تزينوا بها. فيرميسيل فقط فيرميسيل الشوكولا ممكن تجي حتى هي تجي رائعه مع المذاق الليمون. صافي وهي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا كتجي هكا الشكل ديالها، كتجي خفيفه. بالنسبه للمقادير ممكن يعني اللي بغاها كبر من هكا وعاليه ممكن يضيف يدوبل المقادير. هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا، راه كتجي رائعه وخفيفه وايضا بنينه، وايضا داك المذاق ديال الليمون كيجي رائع فيها، يعني صراحه كيجي غزال. يعني واخا نعيا نوصف لكم ما غاديش حتى تجربوها ان شاء الله. كنتمنى تعجبكم هاد الكيكه وتجربوها، واللي عنده شي تعليق ولا عنده شي ملاحظه يخليها لي في التعليق، انا غادي نرد عليه باش ما ان شاء الله. هيا كتشوفوا الكيكه ديالنا اللي قطعتها، شوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي خفيفه ويعني مفشفشه، واحد الشكل ديالها رائع. كيفاش كتشوفوها كيفاش دايره من الداخل، وعاد الفيديو ما عطيهاش حقها، يعني التصوير ما عطيهاش حقها، هي في الشكل ديالها في الواقع احسن 1000 درجه من الفيديو. انتما كتشوفوها رطبه خفيفه. كنتمنى تعجبكم الكيكه، ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والعائلات ديالكم الاقارب، وشكرا لكم بزاف، وشكرا بزاف على التعاليق اللي كتعطيوني والتشجيعات ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع. شكرا.